هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. وهذا الكلام يلزم منه الطعن في كل من وصف علي بن أبي طالب بأنه جمل مخشوش، فيدخل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه في كتب السبئية وصف عليا بذلك. وهذا فيه طعن أيضا بفاطمة رضي الله عنها، فإنها وصفت زوجها عليا بذلك، بل فيه طعن في علماء الشيعة السبئية جميعا. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي في المجلد 11 صفحة 569 وبالإسناد المتقدم عنه عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول: يا علي، ما أنت صانع لو قد تأمر القوم عليك بعدي وتقدموا عليك وبعث إليك طاغيتهم يدعوك إلى البيعة، ثم لببت بثوبك تقاد كما يقاد الشارد من الإبل، مذموما مخذولا محزونا مهموما. فهل ستقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ناصبي ملعون عياذا بالله، لأنه وصف علي بن أبي طالب أنه كان كالجمل المخشوش أيها السلقلقي السافل؟ ولا أحد يأدب، ولا واحد يخلي نعالب حلقة، يعني لهالدرجة يصير حتى النبي صلى الله عليه وآله رخيصا عندكم إلى هالدرجة؟ جاء في كتاب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحسين البحراني صفحة 88: فدخلوا على أمير المؤمنين ولببوه بثوبه وجعلوا يقودونه قود البعير المخشوش، فجاءت فاطمة لتخلصه منهم فلم تتمكن من ذلك، إلى أن يقول: ثم إنها صاحت بأعلى صوتها وقالت: وأسف عليك يا أبتاه، وشقوته بعدك يا محمد، وغربتي بعدك، وضيعتي يا أبا القاسماه، وذلي بعدك، يا حافظي من كل شر وبؤس، فقد حملتني من الحزن ما لا أطيق، فهذا ابن عمك يقودونه قود البعير المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. فهل فاطمة رضي الله عنها عندك أيها السلقلقي السافل ناصبية ملعونة، لأنها وصفت عليا رضي الله عنه أنه جرك الجمل المخشوش؟ خونة، سفلة، غير على الزهراء ما عندهم. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب تاريخ الحديث النبوي لعلي الشهرستاني صفحة 220 يقول: وبالفعل طبق قانون الإكراه، إذ أخرج علي بالقوة يقاد إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب بحوث في الملل والنحل لجعفر السبحاني في الجزء السادس صفحة 170 يقول: ثم بعد هن وهنات أخرج الإمام من بيته وقادوه إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب مفاهيم القرآن لجعفر السبحاني في الجزء الثاني صفحة 165: وها هو الإمام علي عليه السلام يقاد إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب المحسن الصبط مولود أم سقط لمحمد مهدي الموسوي صفحة 208 السؤال رقم 11: هل أخرج علي ومن معه بعنف ومهانة؟ الجواب: نعم.
لقد أخرجوهم يتلونهم تلا حتى قادوا عليا كما يقاد الفحل المخشوش، يعني الذي يجعل في أنفه الخشاش وهو الخشب الذي يدخل في عظم أنف البعير إذا استعصى قياده. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب جنة المأوى لمحمد حسين كاشف الغطاء صفحة 64: ولا يقاس هذا بما ارتكبوه واقترفوه في حق بعلها سلام الله عليه من العظائم حتى قادوه كالفحل المخشوش، فإن الرجال قد تنال من الرجال ما لا تناله من النساء. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري في المجلد الثالث صفحة 406: وأفرطوا في بغضه حتى كتموا من النصوص ما قدروا عليه، وتوعدوا الناس على نشر مناقبه، وسبوه على المنابر، بل قادوه كما يقاد الجمل المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب لعبد الحسين الأميني في الجزء التاسع صفحة 360: وأول من فتح باب التجري بمصراعيه على هذه الفضيلة الرابية هو عمر بن الخطاب يوم قادوا صاحب الفضيلة إلى البيعة كما يقاد الجمل المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. جاء في كتاب الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهرة لإسماعيل الأنصاري الزنجاني صفحة 111 يقول: ضرب المغيرة لفاطمة رضي الله عنها وإدمائها ضرب عمر بالغمد على جنبها وبالصوت على ذراعها واسوداد متنها وإخراج أمير المؤمنين مكرها مسحوبا كالجمل المخشوش. هيا لنشاهد من هو هذا الشيعي الناصب الزنديق الخبيث سباب الصحابة الذي شبه أمير المؤمنين علي بالجمل المخشوش. بل تجاوز الأمر عند علماء الشيعة السبئية حتى جعلوا علي بن أبي طالب مهدور الكرامة مهان الجانب. جاء في كتاب حياة الإمام الحسين لباقر الشريف القرشي في الجزء الأول صفحة 256: إرغامه على البيعة، وأجمع رأي القوم على إرغام الإمام وقسره على البيعة لأبي بكر، فأرسلوا حفنة من الشرطة فأحاطت بداره وأخرجوه منها وهو مهان الجانب. جاء في كتاب الرسول الأعظم مع خلفائه لباقر شريف القرشي صفحة 73: إرغام علي على البيعة، إلى أن يقول في الصفحة 74: فأرسلت قنفذا خلفه فأبى من الحضور، فانطلق صاحبك عمر ومعه جلاوزته إلى بيت الإمام، فقرع الباب واقتحم على الأسد عرينه، فأخرجوه ملببا بحمائل سيفه يهرول، فهذا الأسد للأسف الشديد جعلوه كالجمل المخشوش، والزهراء خلفه تعدو وتستغيث قائلة: يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ وجاءوا بعلي فأوقفوه أمامك وهو مهدور الكرامة مهان الجانب. فهذه هي منزلة علي بن أبي طالب في كتب علماء الشيعة السبئية: يجر كالجمل المخشوش، ذليل، مهان، مهدور الكرامة. فهل يعقل مثل هذا الكلام يا صاحب النقاب؟ حرام عليكم يا شيعة، تطعنون في إمامكم علي وتصفونه أنه كالجمل المخشوش يا نواصب؟ والله حرام عليكم يا شيعة، كيف تتجرؤون وتسبون إمامكم؟